مع كل تقدم تحرزه قوات الجيش الوطني في الجبهتين الشمالية والجنوبية على الساحل الغربي للبلاد، يضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية المسيطرة على الحديدة، ثاني أكبر المحافظات سكانا. لم يعد يفصل قوات الجيش عن ميناء المخا إلا أقل من 5 كيلومترات فقط، ليبقى تحرير مدينة المخا مسألة وقت. بذلك تكون الشرعية قد استعادت نحو 120 كيلومترا من إجمالي شريط الساحل الغربي لليمن، البالغ طوله 440 كيلومترا تقريبا، تمتد من ميدي شمالا إلى باب المندب جنوبا. في المحور الجنوب الشرقي يزداد ضغط الجيش الوطني على الميليشيا بعد قطع الطريق الرابط بين الحديدة وتعز نزولا نحو سهول موزع، بالتقدم الحاصل في جبال شمير التابعة لمديرية مقبنة التي كانت همزة وصل للتعزيزات القادمة من محافظات إب والمحويت وحجة عبر مديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة. في الأثناء ترن الأنظار إلى أقصى الشمال الغربي في ميدي، حيث يستدعي الوضع هناك دفعا لوجستيا بشيء من الإمكانات التقنية لتجاوز عقبة الألغام المزروعة بكثافة في ميدي وحرض لإعاقة أي تقدم سريع باتجاه الحديدة التي أصبحت تمثل الحبل السري الذي يمد الميليشيا في صنعاء بالقوة الاقتصادية.